انا اقولها لله وهي تخصكم تخصكم انتم. الله يعلم اذا لم اقل بالمئات بالعشرات قطعا، واقول بالمئات وانا غير مبالغ لا اعدل حقيقة، مئات الاشخاص رجال ونساء كاتبوا وبعثوا رسائل لي يذكرون المعجزات التي حصلت لهم في خلال هذا المجلس. بمجرد ان يذكر الزهراء سلام الله عليها، وانا صايرة معي قضايا كثيرة الان ما احب اذكرها لان اطلع من الموضوع، والا حتى الناس اللي هنا موجودين يعلمون انا في سنة 1984 ميلادية بالشهر الخامس انا عبد الحميد المهاجر كنت في مستشفى لندن كلينيك هوسبيتال، والسجل موجود عندهم، وكنت مشلول اربعة اشهر كنت مشلول وعجز الاطباء عني، وكان العلماء يجون ما اذكركم اسماء كلهم معروفين، انا مو في قفص اتهام حتى اذكر الاسماء، انما انقل لكم هذه الحادثة. اربعة اشهر انا مشلول شلل كامل لاني رحت اعمل عملية عندي في العمود الفقري في ظهري، بعدين اجى دكتور يهودي صهيوني ضربني ابرة وهو متعمد لتشلني الابرة الى الموت وشلني فيها، وبالفعل وكانت لجنة من الاطباء عجزوا والله عجزوا عن العلاج. بعدين اجى رئيس الاطباء قال لي يا عبد الحميد انت تبقى هكذا الى ان تموت ما لك علاج، فتحب تبقى في المستشفى؟ هذه بعد اربعة اشهر. وقسم من العلماء ماتوا رحمة الله عليهم كانوا معي في المستشفى، وقسم حاضرين الان في لندن، والقصة مسجلة ومعروفة وفي نفس المستشفى مسجلة كلها الحادثة. رئيس الاطباء اجى عندي بروفيسور استرج اسمه قال يا عبد الحميد انت هذه حالتك ما لها علاج، الان عجزنا عن العلاج، وظهري هكذا كان معوج الله يعلم وشلل كامل، فقط يداي صليقتان. قلت له عجزتم؟ قال نعم. قلت له وما هو الحل؟ قال الحل تبقى هكذا الى ان تموت. كلمتها قلت له طلع من الحجر، انا ضربت الضوء الاحمر يعني حتى ما حد يدخل علي في المستشفى. بذيك اللحظة توجهت لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء وهي تسمع الكلام حاضرة بالمجلس، قلت لها كلمة واحدة، كلمة واحدة واقولها للتاريخ وللحق اسجلها. قلت لها سيدتي انا من طفولتي على باب بيتكم جالس، على بابكم سيدتي، وانا طفل صغير الى اليوم، انا اصلا ما اعرف ايام الطفولة، دول اهل الرميصة عندكم هنا بالمجلس اسألوه واهل كربلاء اسألوه، انا ما اعرف طفولتي كيف، انا عمري 9 سنين كنت لابس عمامة، عمري 5 سنين كنت امثل اطفال مسلم اولاد مسلم بالرميصة. سيدتي مع هذا العمر كله روحي فداء لتراب اقدامك، بعدين تتركيني على اليهود والنصارى؟ وبكيت مثل ما انت بشير، عن الدمعة طاحت من عيني ونمت لحظات، فشاهدت نفسي هكذا والله وانا على منبر الحسين، وجدت نفسي اني في حسينية آل ياسين في الكويت، والحادثة صارت قبل محرم باسبوعين، وذول الناس في الكويت ينتظروني اني اروح لهم في ايام محرم، فوجدت نفسي في عالم المنام وانا في المستشفى كأني موجود في الحسينية يوم الثلاثاء مساء ليلة الاربعاء اول محرم، وبالفعل كان ذيك السنة اول محرم ليلة الاربعاء، فارى السقف سقف الحسينية مرفوع
وينزل رداد لطيف على الناس، وهذا دليل استجابة الدعاء لهذه المجالس. وإذا بي أرى امرأة، ليش رحت يا عبد الحميد الآن إلى هذه القصة؟ والله ما أدري، شوف الطبق، والله هذه إشارة منهم من أهل البيت، تبت كيف؟ لأن في أجواء مشحونة بالعداء لأهل البيت يجب أن تذكر مثل هذه المعجزات والقصص. وإذا أنا مشلول وجالس في المجلس أول ليلة من محرم وأشاهد امرأة هنا على يسار المنبر، يعني المنبر على يمينها صاير بهذا الجانب واقفة وكلها هيبة ونور، فتأشر لي هكذا أشر. شيخ عبد الحميد والله من خلال الحجاب تشوف هيبتها ونورها وطلعتها. اصعد المنبر واقرأ، انا لا اعرفها من هي، لكن من هناك اخاطبها، اقول سيدتي انا مشلول، اسمع العبارة واكتبها عندك وراح تشوفون صحبتها تحت المحشر وانا معاكم هناك امام الله. قلت لها سيدتي انا مشلول، قالت يا شيخ عبد الحميد هاي تكرر العبارة وانا اقراها، اشكر اتشرف بكلمتك. اصعد المنبر بمجرد ان يمس بدنك منبر ولدي الحسين يذهب الشلل منه. وشوف العبارة تقول بمجرد ان يمس بدنك منبر ولدي، يعني الفاعلية للمنبر مو البدني، انتبهت للتحذير. فأقول لها سيدتي ما عندي موضوع أصعد أقرأ، قالت هذا الموضوع، هكذا أشارت، وإذا نور من يدها، نور هالشكل يجي، وأشوف الموضوع البحث العلمي قبل قصيدة تطلب من عندي، تأمرني مو تطلب، الزهراء ما تطلب، تأمر، تأمرني أن أقرأ قصيدة ولزينب النوح لفقد شقيقها، وهاي دائما أنا أقرأ. إذا تلاحظون الأشرطة تسمعوني دائما أكرر هاي في أكثر المجالس، ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. فأقرأ، بعد ذلك أنا انتبهت من النوم، وجدت نفسي على السرير بالمستشفى ولا زلت مشلولا، فعرفت أن الزهراء سلام الله عليها تأمرني أن أذهب الى حسينية آل ياسين ومن منبر الحسين اخذ الشفاء، والا كان بامكانها وانا في لندن تشافي، لا تريد تربطني وتشدني اكثر لمنبر الحسين. تعرف هذا المنبر على ترعى وعلى نهر من الجنة. بالفعل خرجنا واجينا ورحنا الى الكويت، وهنا نزلت يشهد الله هذا مطار دمشق، نزلت وانا يدفعوني على سرير متحرك. بعد ذلك ذهبت الى الكويت وصعدوني ليلة الاربعاء اول محرم على اساس اقرأ 10 دقائق وخطيب اخر يقرأ المجلس، لان انا مشلول ما خبرت احد. صعدت على المنبر واذا انا في عالم اخر، نسيت الشلل ونسيت كل شيء، وبدأت اقرأ واتحدث ساعة ونصف. بعد ما انتهينا من المجلس وجدت نفسي اقف، اقوم اول مرة في عمري اقوم الاربع اشهر الخمس اشهر اقوم وانزل وكل شيء ما فيه. كل شيء ما فيه ولله الحمد، والى اليوم لا اثر للشلل ولا كل شيء، وهي ايش؟ ها لحظات توجهت اليها بس. تبت حبيبي؟ هذه امور اذا اريد اكتبها صدقني تاخذ دفاتر طويلة، بس انا ليس من عادتي ان اتكلم بهذه الامور، انما ما يخص البحث ويخص البحث.